ومن البرلمان ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير محمد فراس. أهلا بك محمد، وبالبداية هل ستعقد الجلسة اليوم أم تؤجل؟ نعم، بدءا أجلت الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني قبل لحظات من الآن، بعد أن قرع الجرس طلبا لأعضاء مجلس النواب للدخول إلى القاعة، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أجلت رئاسة المجلس الجلسة نصف ساعة كما في النظام الداخلي لمجلس النواب. جلسة اليوم خصصت للتصويت على جداول الموازنة المستحدثة لعام 24، بعدما صوت المجلس على الموازنة الثلاثية من 23 إلى 25. بالتالي المجلس يترقب اليوم وصول التقرير النهائي للجنة المالية، بعدما صوتت اللجنة المالية على هذا القانون وأتاحت 2 تريليون للمناقلة، أتاحت هذا المبلغ لصلاحية الحكومة العراقية للمناقلة من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات الأكثر محرومية وحسب التعداد السكاني. هذه المناقلة وهذا المبلغ الذي أتاحته اللجنة المالية أتى بعد اعتراض نيابي من قبل نواب المحافظات الجنوبية على كما وصفوه قلة التخصيصات المالية لتلك المحافظات، وطالبوا بشدة أن يكون هنالك يعني مرونة أكبر للمبالغ المالية الموجودة المتاحة لهذه المحافظات بغية التمكن من إتاحة خدمات أكثر. هذه الأموال التي وضعت كما تحدث نواب وضعتها الحكومة على أساس الواردات المالية، بالتالي هنالك عجز مالي وهو ما قيد كثيرا في رسم السياسة المالية النقدية اليوم في الموازنة الاتحادية. أخذ وقتا في اللجنة المالية لمناقشته ودراسته حسب معطيات البرنامج الحكومي، وأيضا على أساس يتناسب ويتناسق مع ما صوت عليه مجلس النواب من موازنات اتحادية ثلاثية في العام الماضي. نعم، طيب محمد، يعني دعنا في صورة الاستعداد البرلماني لإقرار هذه الموازنة، هل هناك رغبة نيابية لإقرارها؟ تحدثنا عن الرغبة النيابية. نعم، هناك كانت اجتماعات لكتل سياسية قبل هذا اليوم، قبل أيام من الآن، وعدد كبير من الكتل السياسية يعني شددت على سعيها لإنهاء لإنهاء التصويت على هذه الجداول والتصويت على هذه الجداول في هذا اليوم تحديدا، لكن وردت اعتراضات نيابية لبتها لربما اللجنة المالية من خلال إتاحة هذا المبلغ الذي ذكرته 2 تريليون للمناقلة. بالتالي قد تتبدأ الاعتراضات وقد تنتهي ويتجه المجلس نحو التصويت، لكن إلى الآن كما وردنا هنالك جمع تواقع نيابية من عدد من أعضاء مجلس لعدد من أعضاء مجلس النواب بغية إتاحة وقت قبل التصويت لمناقشة هذه الجداول، ما معناه طلب نيابي لرئاسة المجلس لإتاحة فرصة لمناقشتها من قبل أعضاء مجلس النواب قبل المضي بالتصويت، وهي لربما إن وافقت عليها رئاسة المجلس ستكون خطوة إيجابية بحسب وصف النواب لإتاحة فرصة لإبداء الملاحظات على هذه الموازنة. اليوم لربما حدثت أمور ستغير توجهات النواب المعترضين كما ذكرت، بعد إتاحة المبالغ للمناقلة من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات ذات المحرومية الأكبر وذات العدد السكاني الأكبر، يعني على أساس ما توفره البيانات الإحصائية. نعم، طيب محمد، يعني ما هي أبرز معلوماتك حول هذه الخلافات بين القوى حول بنود الموازنة؟ يعني الخلافات بالدرجة الأساس لربما ليست من قوى بحد ذاتها، ولربما ولكن هي من قبل نواب المحافظات الجنوبية. نعم. اليوم نواب المحافظات الجنوبية هم داخل كتلهم معترضين على ما كانت عليه السياق الأساسات المالية الموضوعة للمحافظات الجنوبية. اليوم حينما صوتت اليوم أم صوتت اللجنة المالية على هذه الجداول وأتاحت المبلغ للمناقلة كما ذكرت، لربما غيرت التوجهات النيابية المعترضة والرافضة.
وكما تحدثت أن رئاسة المجلس إن أتاحت وقتا وفرصة للمناقشة قبل التصويت ستصل إلى النضج الكافي للتصويت عليها، وستحدد سيحدد النواب المعترضون توجهاتهم بعد هذه الفترة وفي الأوقات في الدقائق القادمة كذلك. نعم، مراسل تغيير من البرلمان محمد فراس، شكرا لك.